بجدد التحية بحضراتكم. دلوقتي عايزين نتكلم يا اخوانا على أزمة مصر. هل أزمة مصر حقيقة موجودة في اللي ما عندناش أفكار، ولا شعبها بينتج أفكار في مختلف القطاعات لكن ما فيش حد بيسمع وما فيش حد بينفذ؟ احنا دلوقتي بنلاقي وزارات وهيئات ومؤسسات سيادية كتيرة تعلن بين حين وآخر، تقول لك احنا هنؤسس بنك الأفكار. يا سيدي، هي قلة بنوك أفكار؟ ما الأفكار موجودة، بس عايزين اللي ينفذ. بالصدفة لقينا واحد طيب كده اسمه محمود عمارة، اكتشفت ان هو غير انه ليه في الزراعة وكده، اكتشفت ان هو تولى رئاسة بنك الأفكار التابع لجهاز دعم واتخاذ القرار اللي هو أحد أجهزة مجلس الوزراء. طب يا عم محمود، انت بقالك سنتين ثلاثة بتجيلك أفكار من طوب الأرض من مصر. طبعا انت قاعد في مجلس الوزراء، يعني عديت على كل رؤساء الوزارات وقلت لهم شايفين شباب مصر ورجالة مصر مقدمين لكم افكار اهو. طبعا نفذوا الافكار، والدليل النتيجة الحلوة اللي احنا فيها. تعالوا نخش على دكتور محمود عمارة ضيف النهاردة، ويكلمنا بالتفصيل عن بنك الافكار، ويقول لنا لما قابل كبار المسؤولين وخطفوا منه الافكار عملوا بيها ايه. مساء الفل. مساء الفل. كل سنة وانت طيب. طيب. ادوك مرتب على رئاسة بنك الافكار؟ هقول لك بسرعة كده. طيب. انا على فكرة متطوع فولنتير. متطوع. متطوع. الشعب كله متطوع، ما تقلقش. لا يعني بقول لك عن نفسي يعني. طيب. على ايه قصة بنك الافكار؟ بص يا سيدي. اللي موجود ده. باختصار. سنة 86 86 انت برجعني بدري كتير خالص. ما هي دي اصل الحكايه. طيب. 86 كان عندنا الدكتور علي لطفي، كان رئيس حكومة مصر. نعم. في باريس. نعم. كنت انا رئيس الجالية المصرية في فرنسا وقتها. نعم. فصديق لنا مشانا عرض فكره بنك الافكار. ازاي جات له منين؟ ان اليابان والصين لما جم يتقدموا عملوا ايه؟ اول حاجه عملها قال تعالى نعمل بنك الافكار اللي اي واحد صيني بيسافر بره، كان ده من 30 سنه، كانت الصين لسه ورا. اي واحد يشوف حاجه بره يصورها لنا ويعمل نوتس، يكتب تحتها كده ملاحظات ويبعتها على بنك الافكار. يعني حضرتك انت راجل صيني في باريس وشفت معرض السيارات، اخر موديل هيطلع صوره وابعت، اخر موديل في الهدوم ابعت، اخر حاجه بيعملوها في التحديث في كل في اي اختراع في اي حاجه جديده قدامك ابعت صوره على نوتس. كانت الصين واليابان اول من بدا بيها. فالله يرحمه صاحب الفكره قالها للدكتور علي لطفي. الدكتور علي لطفي طبعا جه طنطم بيها شويه زي كل حاجه في الحكومه وخلاص واتنست. لما الدكتور عصام شرف الثوره في 25 يناير، عصام شرف تولى رئاسه الوزراء. نعم. فكلمني تاني يوم متعين، كان بيقرا لي في مصر اليوم ومتابع الافكار بتاعتي، فقال لي انا عاوزك تساعدنا. ايه يا دكتور تحت امرك؟ قال انا عاوزك تجدد بنك الافكار. حاضر. الصبح طلعت على مركز دعم واتخاذ القرار، اتفقنا، كانوا ناس محترمين جدا جدا جدا، كان محمد رمضان مدير المعهد، اتفقنا ان احنا نعمل البنك ده في المؤسسه دي اللي هي مركز دعم واتخاذ القرار. ليه؟ عشان ما يبقاش حاجه خاصه، حاجه للدوله. بدات اروح اقعد في جروبي، وعمرو اديب في اوربت يقول محمود عمار قاعد في جروبي، اللي عنده اي فكره مدروسه الجدوى يروح له. اروح اقعد ساعتين كل يوم خميس، ساعتين يجي لي 40 50 فكره، 10 مدروسه الجدوى يعني لهم دراسه، و40 فكره بقائي يعني عاوز دراسه. تخصصنا في البنك في مركز دعم واتخاذ القرار، دكتور محمد رمضان مسؤول على الافكار البقائي اللي محتاجه دراسه شفوي، وانا بالظبط انا بسميها البقائي يعني اللي هي كلام البق. انا مسؤول عن ايه؟ المشروعات مدروسه الجدوى. جاد كان بيجي لنا قد ايه افكار في بنك المعلومات، بنك الافكار بيجي لنا 600 فكره في الاسبوع. 600 فكره في الاسبوع من مصريين في الداخل والخارج. نعم. في جميع مناحي الحياه، بدءا من الطاقه من الزباله لغايه تحليه الميه، الكهرباء، الزراعه، الحرير. طب 600 فكره وجهتهم كانوا يعني افكار جيده؟ لا ما احنا ولا نصها لا تلتينها تلتينها تنساه ترتنع بس مهم. عندك تلت بس يعني عندك فكره ده كتير جدا. اه 200 فكره في الاسبوع في الاسبوع. طيب
منها مثلا محور قناة السويس اللي احنا بننفذه، الدولة هتنفذه مش قناة السويس، مش انها تفحت، لا المحور نفسه اللي هيجيلي فلوس. جانا الناس اللي هم عاملين الدراسة من ايام الكفراوي. نعم. طب احنا دولنا ايه؟ الدراسة موجودة من 10-15 سنة. عملنا اجتماعين ثلاثة في مجلس الوزراء، في مركز دعم اتخاذ القرار، جبنا الدكتور عادل عزت رئيس الهيئة، جبنا المعارضين للمشروع. ليه المعارضين؟ عشان ما يطلعش بعد كده ناس تقول لك اصل وفصل، من الاول لو عندك اعتراض وجيه قول لنا. بعد ثلاث اجتماعات خلصنا ملف، حدثنا المعلومات، كل ملف نخلصه نديه للدكتور عصام شرف. الدكتور عصام شرف عمل ايه؟ اداه للمجلس العسكري. المجلس العسكري عمل بيه ايه؟ حطه في الثلاجه ومتشكلين محنط في الثلاجات. طيب ماشي، زهقنا، جينا في لحظه خلاص على الهواء طلعت قلت انا اسف. اذا كنا احنا عاوزين افكار عشان بس نطنطن بيها ونتكلم بيها وننفذهاش، الناس بتاكل وشنا في الشارع. طب ما يمكن كانت الظروف ساعتها جميل، موافق، صعبه، موافقك، ما عنديش مشكله. الراجل هيفرض الامن ولا هيعمل ايه؟ جميل جميل. انتقلنا من فات كم من ايام يناير 25 يناير فات دلوقتي قد ايه؟ دلوقتي اربع سنين، ثلاث اربع سنين. لا احنا 2015 والثوره من 2011. اكتب زراعه الامل وبنك الافكار، وكل اسبوع اكتب فكره من اللي عندي مدروس الجدوى، يمكن حد يسمع. نعم. حد لغايه النهارده، لغايه الساعه اللي احنا قاعدين فيها. كل اللي بسمعه ايه؟ نعمل بنك افكار في وزاره التنميه المحليه. جميل، راجل محترم عادل لبيب وصديقي ومحترم جدا، ماشي. بالعكس انا هزود الفكره واقول لك اعمله في المحافظات كمان فروع ليه. وكلمت محافظ اسكندريه وكلمت اكثر من محافظ ووافقوا على الفكره. ليه بنك افكار في كل محافظه؟ عشان يبقى لوكال في المنطقه اللي هو فيها في المحافظه، في شباب في المحافظه هناك عندهم افكار. نعم. خاصه باسكندريه مثلا، يجيبوا ليه القاهره؟ يجي عندنا ليه؟ ما يخليه هناك يدي الافكار اللي هناك. لكن لو افكار قوميه على مستوى الوطن تجينا منطقي. نعم. طيب بنعمل بنك افكار في وزاره التنميه المحليه، والرئاسه الاسبوع اللي فات قالت هتعمل بنك افكار. سؤالي، هو احنا ناقصنا افكار ولا ناقصنا جهاز او هيئه او بنك او جيش او خليه او سميها زي ما انت عاوز تطبق الافكار اللي هي قابله للتطبيق على ارض الواقع؟ نعم. مدروس الجدوى اللي لها فايده الوطن. نعم. مش كده منطقي ولا ولا ولا؟ نعم. احنا هدفنا نجمع ذكاء افكار مثلا؟ لا 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 لا، الهدف تحقيق الافكار. نعم. يا سيدي لو عندك 50 فكره خد احسن اثنين فيهم اللي يفيدوا المجتمع. كل اسبوع بس اثنين، مش كل في ثلاث اشهر. نعم. خد اثنين. نعم. وريهم لي على الواقع، وريها للمجتمع. نعم. يعني قول له انا قادر، لو انت انتجت افكار انا هحولها، طالما افكار منطقيه مدروسه الجدوى تفيد المجتمع انا هطبقها لك اهو. هديك مثال، واحد من كندا مصري في كندا عمل قبل كده في كندا مشروع لتحليه مياه البحر. نعم. تكلفه المتر المكعب احسن تكلفه في العالم اسرائيل. كام للمتر؟ بتكلف 8 سنت، يعني حوالي 60 70 قرش. نعم. الراجل ده عمل المشروع ده في كندا، وجه معانا جالنا القاهره وقابل وزير الكهرباء ووزير الكذا ووزير كذا، وكنت احيانا بروح معاه، وكلهم معجبين جدا بالفكره. فكره اساسها ايه؟ قايمه على ايه؟ على فكره لما بتشوف كده محطه الكهرباء بتطلع نار كده او بتاع بترول بتطلع نار فاقد، الفاقد الحراري هو بياخده اذا ببلاش، ويحوله من المياه مالحه لمياه مياه صالحه للشرب. يعني معتمد على الفاقد اللي هي الحراري، النار اللي بتلاقيها في مناطق حفر البترول والكلام ده. اي فاقد حراري طالع بريح في الهواء بيلوث البيئه، اخد انا استفدتش منه، واستفيد بيه واعمل تحليه مياه البحر. ده ببساطه، هو طبعا ليه تفاصيل في النقطه. طبعا احنا بنبسط بس. وهكذا وهكذا في كل مجال. لحظه، صاحب الفكره جه من كندا واخدته ورحت عند الوزراء وشربت شاي وقهوه واتغديت كمان؟ لا انا ما بتغداش. نعم. لكن ولا بنشرب شاي، احنا مع سؤال وجواب. ما قابلوكوا بقى وفرحانين بيكوا وخلاص. هو بعد كده حصل ايه؟ انتهت القصه بايه؟ راح كندا، رجع تورونتو زي ما انا كتبت الاسبوع اللي فات. مشي. ما هو انت جايبني، انت عاوز ايه بالظبط؟ في واحد يقول لك ايه؟ طب لازم تقعد تعافر. طب وانت تخليني ليه عافر طالما اقدر احلها؟ طلع عين اهلي. ايه الفكره يعني؟ انت ليه بتعذب الناس؟ لا انا عايز اقول بنك الافكار ده كده بقاله ثلاث سنين وانت لازم تبقى موجود فيه. لا خلاص، لا مش موجود فيه. انت خلاص؟ لا لا خلاص، دورت على ميه وروحت. شكلي لا، انا بعملها بقى على المستوى الشخصي، ما انا ما اقدرش اروح اقعد. لا طب انت كان يعني كنت في مجلس الوزراء قعدت فتره كبيره، وكنت حضرت مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، خدني مرتين قدام الوزراء الموجودين وقعدت اشرح
الافكار الموجوده عشان نوصل في يوم من الايام. قررت فعلهم ايه وهم قاعدين مجلس الوزراء قاعد بيسمع دكتور محمود عماره؟ كل الناس زي ما انت بتسمع كده كل واحد بيعجب لانها افكار بسيطه جدا تبان في منتهى السهوله. مش ولا وزير من ال 35 دول جه قال لك اديني فكره انفذها؟ ما هو بيمشي، ما انت عبال واحد حتى توقع في واحد كويس يكون هو مشي توقع في واحد كويس يكون عنده مشكله تانية. بس رئيس الوزراء بيقعد عاده شويه يعني. الخلاصه ايه؟ الخلاصه ايه؟ ولا فكره دكتور محمود؟ ولا فكره ولا واحد. وانت قاعد تقدم لك كم فكره صالحه يعني؟ كم فكره انت هقول لك خمس افكار بس من 500 فكره. اعرض لنا كم فكره. واحد مشروع قناه السويس الوحيد اللي هيحصل، محو قناه السويس ده الوحيد اللي هيحصل. طيب تعال ناخد مشروع تربيه الاسماك في البحيرات. خليه دلوقتي ولا بعد شويه؟ لا قول ابدا بيه. طيب بلد فيها 9 بحيرات. واكبر دوله في افريقيا لها شواطئ، بتتكلم في 3400 كيلومتر شواطئ بحر. بحر ابيض واحمر واحمر و 5300 كيلومتر شاطئ بحيره السد العالي اللي عامله زجزاج كده. بالمخاول 350 كيلومتر في عرض 18 متر. وعندي 2000 كيلومتر طول النيل. وعندي 9 بحيرات 2000 كيلومتر. خلي بالك العدد ده كله الاجمالي بتاع مساحه المياه في مصر اللي هي في البحر والمحيط والغيره اللي تابعه لينا 14 مليون فدان. معلومه اهي. المساحة المياه في مصر مساحتها 14 مليون، احنا بنزرع ارض زراعه 7-8 مليون. 7-8 محدش عارف. 7-8 مليون. طب انا عندي 14 مليون متر مسطح مائي. والخلاصه ايه؟ النتيجه ايه؟ بستورد اولى دول العالم، اولى دول العالم في استيراد الاسماك المجمده. نفايات من فيتنام ومن بلاد ثانيه، اوكرانيا. طب السؤال هو المشكله فين؟ يعني العالم كله بيبقى عنده ميه، لو عند عاوز تربي سمك مش لازم تلاقي ميه؟ طب انا عندي الميه ومش لاقي سمك، يبقى في حاجه غلط. طب ما انا عامل هيئه سبب سمكيه ليه؟ وتروح تلاقي بوكسات وكيل وزاره ومسؤول وفلوس. بحيره السد العالي بتطلع في السنه 20,000 كيلومتر. جميل. 20,000 كيلومتر. ليها 6-7 جهات مسؤولين عنها. المصنع اللي في قلب السد العالي في البحيره تبع وزاره الاسكان. حد فاهم حاجه ليه؟ يقول لك اصل عشان كانت مساهمه في ايه؟ يا جماعه في حاجه غلط. الاداره دي في حاجه غلط. رحت اربع ايام قعدت مع اللواء سمير يوسف محافظ اسوان قبل الثوره. واطلعني على كل الدراسات اللي عنده. دراسه بتقول ايه؟ بتقول البحيره دي فيها 5000 تمساح. اسمعوا دي. البحيره دي فيها كام؟ 5000 تمساح. التمساح بياكل من 10 ل 20 كيلو سمك في اليوم. يعني لو ب 10 كيلو في اليوم احنا التماسيح بتاكل 50 طن في اليوم. اضربهم في 365 يوم هيطلع لك 150,000 طن. انا بصطاد كام مصر؟ 20,000 طن. والتماسيح تاكل 150,000 طن. طب يا استاذ حلها سهل. طلع التماسيح دي، انا كان عندي مزرعه في امريكا كان فيها تماسيح، الليجيتور يعني اصغر من التماسيح. واللي جنبي كان بيزرع تماسيح عشان يبيع جلدها. طلع التماسيح ده على الشط، فرج عليها العالم، خلي 1000 واحد يتفرجوا عليه و 4000 اصدر جلده. والسمك اللي باقي ده ال 150,000 طن اللي بياكلهم التماسيح، طب ما ناكلهم احنا. من غير ما تعمل حاجه. يعني حضرتك لو اشتغلت ولا عملت انت مجرد بس هات شركه التماسيح صح؟ ايه الصعب اللي فيه؟ ما هم بره بيعملوا ايه؟ نعم. كل حاجه موجوده. وبالتالي يمكن بنخاف في مصر من اقتصاد التماسيح. لا احنا خايفين نقوم من مكاننا. احنا قاعدين في البطاطين ومنسجمين ومنشكلين وسايبين عبد الفتاح السيسي راجل كده لوحده خليه يشيل الشيل واحنا قاعدين. مش هينفع. انت عامل ليه هيئه ثروه سمكيه والعباسه ومحطه مش عارف ايه ومركز بحوث السمك وكل ده ليه؟ في الاخر لو قسمت تكلفه الناس دي على ال 20,000 طن اللي بيطلعهم هيطلع كيلو بلطي متكلف 40 جنيه. في الوقت ده هيكلف 2 جنيه. عباره عن حق الزريعه والصيد. خلص الموضوع. طيب فكرتك ايه للثروه السمكيه اللي جات لك؟ سهله جدا. ده دراسه غير صيد التماسيح. ده سهله جدا. انت حضرتك ما بتحطش ليه زريعه في البحر؟ في المحطه في البحيرات. البحيرات بتاعتنا طب هتقول لي مش نظيفه، اقول لك طب ما في 4-5 نضاف، البردويل نظيفه، بحيره سد العالي نظيفه، في كام بحيره نظيفه؟ الفلاح الصيادين هيخشوا اسمه الصيد الجائر. جميل. وحضرتك بتشتغل ايه؟ يفكروه يعني بالديناميك. الدوله دي بتشتغل ايه؟ بجزء منها بياخد رشوه. طب يبقى حضرتك بقى تعرف الاول انت عاوز ايه؟ احنا عاوزين سمك ولا عاوزين نقعد نقول ايه؟ اصل في رشوه، اصل في صيد جائر، اصل مش عارف في ايه، اصل ما فيش حراسه. مش معقول. امال انت دورك ايه؟ ما دور الدوله عباره عن ايه؟ انا عاوز سمك من البحيره 150,000 طن من غير ما ارمي فيها تلوث، لا ارمي فيها اكل السمك ولا اعمل حاجه خالص عشان ما اقولكش تلوث. اللي بياكلوا التماسيح اكله انا.
ولو حطيت انت بقى ذريعه من عندك كمان هتطلع 200 300 الف طن. صعبه؟ لا هي مش مراسه، يبقى البردويل في سينا. اول حاجه ليه زياده الثروه السمكيه؟ دكتور محمود عمارة بيقول لك الدراسه اللي جايه له بتقول الاتي، عندك بدايه كده واحنا مغمضين 5000 تمساح في بحيره سد العالي بياكلوا 150 الف طن، واحنا بنصطاد 20000 طن. لو احنا طلعنا ال 5000 تمساح دول 4000 صدرنا جلودهم للخارج، عملنا 1000 تمساح ده علشان السياح اللي عايزين يتفرجوا، هناكل ال 150000 طن وال 20000 معاه. ما عملناش حاجه. ما عملناش حاجه. اتنين، ان احنا نقدر ناخد ذريعه في بعض البحيرات النقيه في مصر زي بحيره البردويل نرميهم ذريعه ونحافظ عليها بقى علشان يزود الثروه. جميل. هيطلع لنا انتاج زياده قد ايه كده؟ لا ما انت اصلا مفتوحه، هي بلا حدود. نعم. ممكن بس باقل حاجه انك تاكل نفسك. اقدر في الحاله دي اقلل الاستيراد؟ مش اقلل، اخفيه خالص. اخفي الاستيراد. انا بستورد 400000 طن. نعم. احنا الدوله رقم واحد في العالم في السمك المجمد النفايات. والقمح كمان بالمناسبه. ده لسه القمح 10 مليون طن، ده قصه ثانيه. طيب. ماشي. يبقى بالتالي ادي جزء بسيط. تعال البحيرات بقى التسعه. انا بقترح اقتراحين. نعم. الاقتراح الاول، انت المعدات اللي انت جبتها للسد هتفحص بيها القناه السويس. نعم. مش اشتريت معدات كربونات وتنظيف وحاجات. بعد ما تخلص فحص القناه هتعمل بقى ايه؟ اخدها على البحيرات التسعه. اروح بقى فين؟ بحيرة قارون في الفيوم 55000 فدان. بتطلع كام؟ 3000 طن. بس المايه اللي فيها بايظه. ما انت ما هي سهله. مين اللي مبوظها؟ اسرائيل؟ قطر؟ الصرف. ما هي انت اللي عامل الصرف. مين اللي عامل الصرف؟ احنا. ما تحول الصرف حته ثانيه. وخد ميه الصرف دي الصحراء وراك ازرع بيها غابات خشبيه. يعني الصرف ده لما ترميه في المايه. طب ما تاخده ازرع بيه غابات خشبيه. انت بتستورد الكبريت من فنلندا. الكبريت الكبير ده النظيف بيجيبه من فنلندا عشان ما عنديش خشب. اوكي. طب ما ناخد المايه دي الصرف ازرع بيها واسيب البحيره نظيفه واحط ذريعه واصطاد سمك، ايه الصعب اللي فيها؟ دي اول حاجه الثروه السمكيه. مثلا اثنين. اثنين. نهر الاهرام الاخ صاحب الفكره معايا هتعرضه بعد شويه. نعم. فمش هتكلم عنه، هتكلم عنه في حين. ثلاثه الحرير. محمد علي لما جه مصر جاب ثلاث حاجات. جاب القطن وجاب الحرير وجاب التبغ الدخان. يعني التبغ لسه بنستورده. انا جاي لك. هناخد واحده واحده. هناخد القطن وهتكلم فيه بعد شويه باستفاضه شويه، بس هاخده على السريع كده. اللي هيحصل تخريب ليه دلوقتي. ده القطن. طيب جاب الحرير. واحنا عيال صغيره كده في الفلاحين كان كل الناس شجر التوت ده كان فيه في محافظه المنوفيه محافظ محمد متولي. واحنا اطفال كده. كان زرع كل الترع والمصارف توت. شجر توت. واحنا ياخد التوت الورق التوت ياكل دوت الاز. فاكر؟ يعمل فيها وكرتونه مخرمه والحاجات دي كلها، وفي الاخر يطلع نسيج وحرير. فاضل من 4000 قريه في مصر قريه واحده في المنوفيه اسمها ساقيه ابو شعره اللي ما زالت بتنتج حرير وتصدر حرير. طيب الحرير ده اتلغى في السكه زي كل حاجه، خلاص خلصنا. طب هل في السوق العالمي عاوز حرير ولا مش عاوز؟ طبعا عايز. مين قوه دول العالم؟ الصين. طب انت كنت فيها في السوق، ايه اللي خرجك؟ اتلهيت في ايه؟ حرب 67 وبعدها خلاص نسينا كل حاجه؟ طب ما نحييش ليه الحرير تاني؟ عندي النهارده شجر توت موجود حتى في مصر، شفته هنا عند حد في مصر، ورق صيني عريض فيه بروتين عالي، الشجر صغير عشان ما يقعش من على الشجره. لو جبت توت الاز ده انت ممكن تصدر كمان بيض توت الاز. يعني تستورد اول مره وبعدين تصدر منه تاني للعالم. نعم. الحرير هيكلفك ايه؟ زراعه شجر توت على الترع والمصارف اللي اساسا مش هتاخد منك ميه. والناس هتشتغل مائية. هعمل حرير. ما انت هتتغني ازاي؟ يعني هتطلع من الفقر اللي انت فيه ده لمرحله احسن ازاي؟ برضو احنا قاعدين بالكلام، يعني هنقعد كلنا نتكلم وهيبقى اغنياء مثلا؟ ولا لازم يحصل حاجات؟ باخد لك الحاجات اللي ما حدش يناقش فيها، يعني اقول لك التبغ في مصر الدخان. لو واحد مش فاهم يقول لك ايه؟ ما هو الطقس ما ينفعش. اقول له استنى، ده محمد علي كان بيزرع الدخان في مصر. وكان بيصدر، ومن عائد صادرات الدخان وعائد صادرات القطن وعائد صادرات الحرير عمل ايه؟ فحت الترع، اقام السدود، القناطر، عمل جيش قوي. كان جايب الفلوس منين؟ محمد علي ده جندي الباني كان جاهل، امي اتعلم القرايه والكتابه في سن 40. جه من البانيا كان معاه فلوس، كان معاه حد بيديله شيكات. هو خلق من القصه نفسها، قال لك بس انا اعمل حاجتين. انا هشوف المشروعات اللي تجيب لي فلوس اصلا اعمل بيها جيش قوي. هشوف مشروعات تجيب لي افحل الترع والسدود. هبعت ناس فرنسا 100 واحد يتعلموا ويرجعوا يغيروا الثقافه بتاع الشعب ده. وحصل. النهضه حصلت ازاي؟ حصل كده. تبقى انا عندي الحرير. طب ازاي يبقى عندي دخان؟ انا النهارده بستورد ب 6 مليار جنيه دخان. عاوز الناس تتفرج على القصه دي.
مصر فيها اكبر مجمع صناعي لصناعه السجاير في العالم في 6 اكتوبر 350 فدان، بتصنع 90 مليار سيجاره في السنه. احنا بنشرب 90 مليار؟ لا بنصدر، ما بيصدر واحنا بنشرب 90 مليار 92 مليار سيجاره. ده كتير قوي. 90 مليار سيجاره انت بتصنع سجاير. حضرتك انت راجل استاذ اهو، كتر خيرك، بدل ما تصنع اكل تصنع سجاير، ماشي. طب ما تزرعش ليه الدخان اللي انت بتستورده منين؟ الاردن دوله مسلمه، تركيا مسلمه، ماليزيا مسلمه، وبعدين تروح ايطاليا واسبانيا عشان نروح ناخد رشاوي بقى وتحت الترابيزه وفوق الترابيزه، اللي هي شركه اللي اسمها موتسيان دي ولا مش عارف اسمها ايه في مصر. المباني بتاعتنا انا معدي عليها النهارده القديمه في الجيزه هنا في جنبنا لسه ما زالت زي ما هي مهجوره. طب انت خدت ارض ورحت استكتور من 6 سنين 7 سنين، المباني دي قاعده ليه؟ طب انت عايز نزرع دخان؟ طبعا، وده عاوز كلام. وبدل ما نستورد، بدل ما استورده هيطلع واحد يقول لي الاتي، يقول لي بس المفتي قال التدخين حرام. اقول له صح، امنع الاستيراد. امنع الاستيراد؟ اه طبعا. انت حضرتك انت عاوز ايه بالظبط؟ ما انت لازم تعرف انت عاوز ايه. انت بتقول التدخين حرام، وبالتالي عامل اكبر مصنع لصناعه الدخان ومش عاوز تزرع دخان. يا اخي هات واحد مليته ثانيه يزرع الدخان وخليه هو يشيله عشان هو يروح النار وانت خليك في الجنب. طيب. يعني كلام الجنان ده لازم نبطله، ده جنان. يعني الواحد ساعات ما بيصدقش بلد مش لاقيه تاكل تستورد بمليار دولار دخان، وانا المفروض ازرع الدخان بتاعي، يقفلها، اقفل المصانع دي واعمل حاجه ثانيه. طيب الفكره الرابعه، القمح. خلي القمح كمان شويه. القمح ده هقولها برضو بسرعه، بنصيد 10 مليون طن صح؟ وبننتج 4 ل 5 مليون طن. اه يعني احنا بنستورد من 7.5 ل 8.5. لا هم بيقولوا احنا بننتج 7، احنا بنستهلك 15. بص بنزرع نصهم وبنستورد نصهم. حضرتك عندك حد مؤكد كده؟ لا، وزراء الزراعه اللي بيقولوا الكلام يقول زي ما هو عاوز. ماشي، انا اعترف بحاجه واحده. نعم. مش احنا عندنا قمر صناعي طالع من روسيا بيلف طول النهار فاضي ما بيعملش حاجه؟ يصور لي الزراعه في ارض زراعه في مصر، يقول لي المساحه المنزرعه هي 6 مليون فدان 8.5 بيقولوا لنا. مين اللي بيقول؟ ما يقول لي يعني وليه يقول؟ طب اجيب لي خريطه. وزير الزراعه انا مالي ومال وزير ولا غير وزير ولا حتى مين هو؟ ماشي، يعني انت بتشكك في المساحه المزروعه؟ انا بشكك في كل حاجه. طب المساحه المزروعه قد ايه تقديرها؟ ما اعرفش، انا مش عرفني، ما انا هفتي زيه. ماشي، ما ينفعش، انت عندك قمر صناعي. احنا بنتكلم مصاطب ولا علم؟ مش في قمر صناعي انت بعته بتكلفك فلوس؟ اه ده لو صور في ثانيه صوره هتنزل الارض، ادي المساحه المزروعه في مصر، تطلع بقى 6 تطلع 8. ليه؟ طول ما عندكش قاعده بيانات هتعمل سياسه على اساس ايه؟ كرات عشوائيه. مش عارف عدد المصريين في الخارج كام؟ واحد يقول 6، واحد يقول 10، واحد يقول 9، على اي اساس؟ المساحه المزرعه في مصر لا احد يعلمها حتى الان بدون ما يجيب لنا كده صوره فوتوغرافيه للارض، ده هو ادي المساحه المزروعه. اثنين، يقول لك مساحه القمح المزروعه 3.5 مليون فدان. نعم. واحد يطلع يقول 3.2، واحد يطلع يقول 2.8. طب يحسب الكلام ده ازاي؟ اللي شغال ده صوره، مش القمح اتزرع؟ طيب ويطلع هيقول لك يعني القمح ثلاث حاجات من زمان بقول. القمح ده انت بتنتج متوسط 16 ارداب في الفدان، وفي 14 كمان. نعم. في الفدان. واي كلام تاني ما باخدش بيه لسبب بسيط. اذا كنا بنعترف ان احنا بنستهلك 15 مليار 15 مليون طن. صح؟ وبنستورد 10. تعرفها ازاي ال 10 دي مضمونه سهله، مش عاوز قمر صناعي. دي من الجمارك تعرف احنا استوردنا كام. اوكي. دي معلش خلاف. طيب انا بنتج 5. بدايين بيروح لك الشوان 3.5 والواحد ونص الفلاحين بيخلوه عندهم للمواشي والفراخ والى اخره. مظبوط؟ طيب. انت ليه ما بتعملش بذور منتقاه؟ ل 3 مليون فدان او 3.5 مليون فدان اللي هي تطلع 25 اردب مش 14 اردب 15 اردب. ايه اللي منعك؟ ان احنا بنستورد بذور من الصين بتدينا نفس العينه. ماليش دعوه تستوردها، وتستوردها ليه؟ وانت تستورد تقاوي ليه؟ امال انت بتشتغل ايه؟ لا يعني احنا مصر كلها بتستورد تقاوي. كل التقاوي جميع التقاوي كلها احنا بنستوردها. طب وانت انت ازاي؟ مركز البحوث الزراعيه خلاص. طيب خلاص حلو. عاوزين بقى نسال السؤال من الاول. وعايز اقول لحضراتكم التقاوي زرعه واحده. يعني ما بتطلعش منها تقاوي تاني، بتستورد تاني، والمبيدات بتاعتها بتتغير كل شويه. بص بيها دي حاجه تانيه. في حاجتين، في تقاوي ممكن ترجع تاني، وفي تقاوي اللي هي جينيتك، ده حاجه قصه تانيه. الخلاصه ايه؟ انت النهارده ما عندكش تقاوي. وما عندكش فلوس للبحث الزراعي، لما يبقى مركز بحوث الصحراء المسؤول عن 94% من مساحه مصر بتدي له 20 مليون جنيه في السنه، ما يكفيش مرتبات. وتيجي البحوث الزراعيه تدي له 120 مليون جنيه في السنه، ما يكفيش مرتبات. وتروح تدي تلفزيون او اي حاجه ثانيه سوري يعني انا مش ضد التلفزيون او غيره 3.5 مليار. انت هتاكلني كلام ولا هتاكلني سمك وقمح وعيش؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ كلام مهم برضه. يعني انت عاوز ايه؟ ما انت لازم الاول البلد دي لازم يتسال فيها ثلاث اسئله. انت الاول عاوز ايه؟ عاوز تعمل نهضه؟ روح حضرتك شوف كده الثلاث نماذج في العالم او الاربعه اللي عملوا نهضه، شوف عملوا ايه؟
وخد يا سيدي 40% 60% ألف انت، بس اوعى تخترع العجله من تاني. لا رجعنا على القمح، انت بتقول لي اول حاجه تقاوي. اول حاجه ازرع تقاوي تديني 25 ارداف، تديني 2 مليون طن ببلاش من غير من غير ما اتعب. طب التقاوي دي هنجيبها منين لما مؤاخذه؟ ما انت مشكلتك تعمل مركز بحوث ودي موجوده في العالم اقدر استوردها. معرفش يسال، انا مش شغلتي اقول لك كل التفاصيل، انا بقول لك الحاجه المنطقيه. التقاوي رحت قعدت مع الدكتور ايمن ابو حديد اول ما مسك وزير الزراعه ب 24 ساعه، راجل محترم جدا. نعم. قلت له طلب منك ثلاث حاجات. ده في عهد احمد شفيق، وزاره احمد شفيق. قلت له ايمن موجود. قلت له حضرتك انا عاوز واحد، عاوزين القمح احنا بندي تقاوي منطقيه في حدود 15 ل 20% من المساحه المزروعه. اروح اتعاقد معاهم اخد الكميه بتاع ال 20% دي كلها تقاوي بسعر غالي على القمح العادي. والسنه الجايه ده هيكفي 60%. السنه اللي بعدها المساحه كلها زرعت تقاوي. الكلام ده فات عليه 3 سنين. وما فيش حاجه تعمل. الثانيه كنت طالب منه ايه؟ قلت له فلاحين. وقلت للرئيس هذا الكلام. الفلاحين. يعني ايه فلاح يتسجن على 5000 جنيه؟ طب واحد مصدر سوري يعني ياخد مثلا 20 مليون و30 مليون، واحد بياخد 100 شخص بياخد 180 مليون جنيه في السنه في تصدير ملابس منسوجات لامريكا. نعم. انت عاوز ايه؟ اذا كان ما عندكش مركز بحوث والفلاح بتسجنه. طب انت بتقعد تقول للفلاح ما تبنيش على الارض زراعيه. يا فلاح ما تعملش، يا فلاح ما تسويش. طب وعاوز يعيش ازاي؟ انت عاوز زراعه ولا مش عاوز؟ انا قلت 100 مره في فرنسا الزراعه بتمثل 2% من الناتج القومي. ورغم ذلك المعرض الوحيد اللي يروحه رئيس الجمهوريه من ايام دي جول حتى الاخير حتى هولندا المعرض الزراعي في مارس كل عام. في مارس كل عام تروح باريس ما تلاقيش مكان في اوتيل. دي الفكره الرابعه، الفكره الاخيره قبل ما نطلع فاصل ونتكلم دي خفيفه. المساجين. المسجون في مصر بيكلفني 80 جنيه في اليوم. اكل وشرب وحراسه الى اخره. ويساعد ده رقم من وزاره الداخليه؟ ما مو مؤكد يعني. جايز بتغلى الايام بتغلى تبقى 90 مثلا او 100 مش هترخص. طيب. بره المسجون ده بيعملوا فيه ايه؟ ثلاث حاجات. زمان كان بياخدوا يقطع حجره يعذبه. بره بدل ما يعذبه على الفاضي، طب ما تاخده حط ايه في اسوره، هتجيبه هتجيبه، لو هرب هتجيبه، اسوره وخد المزارع. يشتغل وينتج واخد مرتب. طلع الطاقه بدل ما يكسر لك السجن وجبت بيه نتيجه واكل نفسه. حاجه ثانيه بيعملوها، يجيب عجله جوه السجن للي مش عاوز يروح يشتغل مثلا، ده يركبه العجله يقعد يسوق العجله ويولد كهرباء. كل ما يولد مثلا 5 كيلو وات يخصم له اسبوعين ثلاثه من المده العقوبه بتاعته. جاب فايده وخد طاقته. الثالثه الناس اللي عاوز تغير افكارها في السجن بتسيبهم مع بعض كده يبقوا حراميه وارهابيين؟ لا، يعمل مكتبه في السجن فيها كتب مقصوده. السجين ياخد الكتاب يقراه ويلخصه تلخيص جيد، والملخص ده المظبوط على قد تلخيصه هديله خفض لمده العقوبه اسبوع اسبوعين. امال هغير افكاره ازاي؟ هل دي حاجات عاوزه فلوس؟ دي افكار مطبقه بره. كل الحاجات اللي بقولها دي مش اختراعي. نعم. ده شباب او مصريين مصريين غير مصريين قدموها لبنك الافكار. انت مش ناقصك افكار. لو عاوز افكار لبكره. طب المشكله فين يا دكتور محمد؟ المشكله ما عندكش جهاز حد فاضي. خليك انت عارف نفسك ايه اكبر مشكله احنا واقعين فيها؟ ان المجتمع سبق الدوله. يعني ايه المجتمع سبق الدوله؟ بره يقول لك المجتمع عليه ان يضبط عقارب الساعه كل شويه، كل شويه تقف كده عقرب الساعه ده. المجتمع الحكومه المفروض تبقى قدام المجتمع تخطط له تنظم له، والمجتمع يجي وراه يلاقي كله متخطط، عاوز حاجه يلاقيها جاهزه قدام. اللي حصل ان الشعب او المجتمع بقى هو اللي قدام والدوله بقت ورا. فالمجتمع سبق الدوله، فهو اللي بيروح يعمل عشوائي، انت مش ملاحق عليه، مش مخطط قدامه، فهو سبقك. لازم يحصل ان انت ترجع العقارب تاني لمكانها الصحيح في العالم كله. الحكومه الدوله تسبق المجتمع. مثال، انت في الدلتا كل سنه يتبنى على 30 40 الف فدان و 50 الف فدان، صح؟ وانت ماشي على الطريق زراعي مصر طنطا ده ولا مصر اسكندريه زراعي، تلاقي بيوت فلاحين الناس عاملاها والدوله كسرت عمود والبيت وقع كده نصه على الارض. طيب هل احنا هنزرع الارض اللي البيت مكسور عليها؟ لا. هل الراجل سكن؟ لا. هل الدوله خدت فلوس قصاد ده؟ لا. طب انت بتعمل ايه؟ ما هو ده امال التخريب. بطبق القانون. هو التخريب ايه؟ بطبق القانون. ما بتطبقش كده. هيبه الدوله. هيبه الدوله؟ هيبه الدوله انا اجي اضربك قلمين؟ مش كده. هيبه الدوله امتى تيجي؟ لما الدوله تعمل واجبها، تبقى سابقه المجتمع، تقول له انت في الدلتا عاوز تسكن، ولادك عاوزين يسكنوا.
صح؟ ما انت مش عامله في الصحراء تاخده وعياله هناك. نعم. طب العيال دي هتسكن، هتسكن. اجي اقول له ايه كل سنه؟ عندي زياده سكانيه قد كده مش عارف اوقفها، ودي قضيه كبيره. طيب هديك مساحه قد كده في كل قريه، مساحه اضافيه للسكن، بخططها له، بعمل له شوارعها منظمه، كل حاجه منظمه، واقول له اتفضل ادفع كذا للدوله 1000 جنيه على المتر. يعني 4 مليون على الفدان. اصلح بيهم 100 فدان في الصحراء. صعبه دي؟ الراجل استفاد، الدوله خططت، خدنا فلوس، صلحنا الصحراء للارض. طول ما انا قاعد معاك انت بتعرض لي افكار، لو انا مسؤول في الدوله اقول لك افكار وجيهه ننفذها. فين برضو المشكله؟ هل الدوله لم تحدد اولوياتها؟ هل المسؤولين في مصر كل واحد خايف يجيب فكره احسن يجي يقول ده محمود عماره هو اللي جابها لي انا عايز فكره؟ لا ما اعتقدش ان المشكله هنا. لا يعني هل مفيش فلوس للتنفيذ؟ ايه دخل الفلوس؟ ايه دخل ده؟ طب مسكني حاجه، ما انا كده بحبط المشاهد. ما انت بتقول افكار منطقيه وانا قاري عشرات ومئات امثله. جميل. وكنت بقدم برنامج في الراديو اسمه فكره لبكره، كل يوم كنت بجيب فكره. جميل. فين المشكله لدرجه قفلت البرنامج ما عادش عايز يسمع؟ شفت بقى انت عملت زيي اهو، بتلومني وانت عملت زيي. لا يعني بلا ما فيش، انت بعد فتره ما انت هتزهق. اصلها تاني انت عمال تقول لي هات افكار، عمال الم افكار، اتفضل افكار. طب الدوله ليه عايزه تعمل دلوقتي بنك افكار في الرئاسه وبنك افكار لوزاره التنميه؟ هي قله افكار يا اخوانا. ما انا بقول بدل افكار موجوده اهي، بدل ما تعمل بنك افكار ثالث ورابع وخامس، اعمل جهه اداريه كده، نظام عسكري بوليسي زي ما انت عاوز، هتلري. هات الافكار دي وقول ده ناقص ايه مشكله السمك، البحيره، شيل البتاع ده التماسيح، يلا نشيل التماسيح دلوقتي، حطها على البتاع، اعملها بقى مكان سياحي وبيع دول، والسمك اللي يطلع في البحيره هرمي عليه شويه زريعه. يعني انت بتتكلم على حاجه اسمها اراده سياسيه، توافر الاراده. ما هي الاراده دي مفهومها واسع. هل السيسي ما عندوش اراده الرئيس؟ لا عنده اراده. لكن هو هيعمل لك ايه؟ ما هو انت عاوز الرئيس ده يبقى وراه اراده حكومه وعين محافظين الى اخره، لغايه توصل المجالس الشعبيه، لغايه توصل المواطن. احنا الادوار دي كلها مش معموله لغايه النهارده. في طريقة انها تتعمل. يعني تخيلي ايه؟ ان انت هتاخد وقت شويه. واصعب وقت هو الوقت اللي احنا هنبقى فيه في الفتره الجايه. يعني مصر دي على المستوى البعيد بعد سنتين ثلاثه هتشوف تطور مذهل. مذهل. لكن في السنتين الثلاثه دول انا خايف يحصل اي اضطرابات. ليه؟ لان لازم بسرعه في حاجات سريعه اعملها. يعني انا في 6 شهور اطلع لك سمك. واربعه ازريع عندي سنه. في 12 شهر عندي سمك. بخمسة جنيه الكيلو. صعبه؟ لا. تكلفه حساب. اتنين قمح هياخد ايه؟ هجهز البذره اللي عندي، هزرع، انا زودت 2 3 مليون فدان وفي دوره زراعيه اخد الحاجه. ايه المشكله في دوره زراعيه؟ طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل يشرفنا نهر الاهرام. نهر الاهرام احد الافكار اللي وصلت لبنك الافكار، هنعرضها النهارده صوت وصوره مع صاحب الفكره. نطلع فاصل.